ومن الفوائد أن قوله فاستبقوا الخيرات، هذه الآية مع أدلة أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون السابقون، لما سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في وقتها، وعند الترمذي لأول وقتها. هذه الآية وما يشابهها تدل على وجوب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها.